والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. الأخبار الاقتصادية لدى ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا لكما إيمان وإلهام، ونتابع معكم أهم وآخر الأخبار الاقتصادية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تقدم 4 شركات جديدة للحصول على الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أنشطة تلك الشركات تتركز في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلة الزراعية والأثاث والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرا إلى أنها تتوزع بين محافظة الجيزة وشمال سيناء وبني سويف، وتتراوح نسبة المكون المحلي لمنتجاتها بين 50 و80%. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة العليا المختصة ببحث ودراسة موقف الشركات المالية ودراسات الجدوى الخاصة بها وغيرها من شروط منح رخصة الذهبية التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الخاص باقتصاديات المركبات الكهربائية لنقل الركاب، والذي شمل دراسة 20 بلدا ناميا. وأشار التقرير إلى أن تحول مصر إلى وسائل النقل الكهربائية سيسهم في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية، إضافة إلى تحسين جودة النقل العام وتقليل الاعتماد على الوقود. وأفاد التقرير أن تكلفة شراء المركبات الكهربائية ترتفع بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالمركبات التقليدية، وهو ما يعد بمثابة عقبة مالية أمام العديد من المستهلكين في البلدان النامية. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند 14723 نقطة، وأغلق عند 15150 نقطة مرتفعا بنسبة 2.9%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند 2751 نقطة، وأغلق عند 2826 نقطة مرتفعا بنسبة 2.72%. أما مؤشر EGX 100 فقد فتح عند 4041 نقطة، وأغلق عند 4179 نقطة مرتفعا بنسبة 3.41%. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات بسبب تخفيف سياسة صفر كوفيد التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا. وقالت أوبيك في تقرير شهري إن الطلب على النفط في عام 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3% بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في عام 2022. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة قبل نشر قراءة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعشية صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، والذي قد يحدد المسار للعام المقبل. إلا أن المؤشر السعودي ارتفع من أدنى مستوى في 20 شهرا، وفي أبوظبي انخفض المؤشر 1% مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي. كما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5%، وخسر المؤشر القطري بنسبة 1.6%، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا عند 1.9%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وإيمان. إليكم من جديد. ليلى عمر، شكرا لك.